وعندنا كلام مهم اكتر كمان، وهنتكلم عنه وتحديدا عن زياره الرئيس زي ما كنت بقول لحضراتكم، وهنا لمدينه مصر الاولمبيه ولقائه كمان مع لاعبي المنتخب. وكان كانت لقطه حلوه وناس كتير جدا علقت عليها طبعا في الاستاد اللي اتبنى دلوقتي في العاصمه الاداريه الجديده، قبل بقى سفر المنتخب للمشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه، بنتكلم 2023 واللي هتتلعب في كوت ديفوار زي ما حضراتكم عارفين. واكيد زياره السيد الرئيس يعني هتترجم بدافع كبير جدا للمنتخب بتاعنا باذن الله، يقدر ان هو يحقق اللقب بقى اللي غايب من امتى؟ لا من زمان شويه حلوين. 2010 يا جماعه، طبعا 2010 طبعا لقب غائب بلا اسباب بالمناسبه، لما انت كنت يعني البيك بتاعك وصلت له مش سنه ومش اتنين ومش نسخه واتنين، لا 3 نسخ ورا بعض، وبعد كده انت بتختفي تماما من على الساحه، ده صعب جدا. فان شاء الله نقدر ان احنا نرجع ونرجع تاني للمستوى اللي احنا نعرفه كمان وسط المنافسين بتوعنا، لان خليه بال حضراتكم من حاجه، الناس برضو بتبص عليك وبتيجي تتكلم عن منتخب مصر حتى مع ناس اصدقاء لينا في دول مختلفه عربيه وغيره، يقول لك لا هو ليه، حتى بيسالونا السؤال ده، هو ليه منتخبكم بقى بالمستوى ده؟ والله الاسئله دي بتتقال لنا والواحد بيزعل، لان هو ما عندوش رد، يقول لك طب تعالى بقى نحسبها من 2010 لغايه 2023، في جاب كبيره جدا 13 سنه، احنا فين؟ جربت المدير الفني المحلي وجربت المدير الفني الاجنبي وجربت الاجنبي بالجنسيات المختلفه والمنتاليتيز المختلفه والفكر المختلف والمدارس المختلفه، ما كانش في نتيجه. طب هل تقصير من الاختيار ولا تقصير من الاسماء الموجوده عندك؟ لا الاسماء كويسه، والاسماء زي ما انت قلت يا كريم عندك اكتر من محترف في دوريات اوروبيه عظيمه جدا ومتالقين جدا مع الفرق بتاعتهم. طيب ايه المشكله؟ على كل حال هنناقش كل ده، احنا بس بنحط ايدينا دلوقتي كده على الهيدلاينز او على رؤوس العناوين يعني، وبعد كده هنتكلم بقى احنا فين وايه اللي حصل والجاب دي حصلت ليه واللي جاي ازاي ابدا من جديد وازاي ابني عليه، لان انا ممكن افوز يا كريم السنه دي بالنسخه ان شاء الله، ولكن ما ارجعش بقى تاني اتراجع في المستوى والاداء، وخصوصا ان انت كل ما الزمن بيعدي كل ما الشراسه التنافسيه بتبقى اكبر، لان في منتخبات مستواها بيعلى بشكل كبير جدا وبتعديك. يعني انت دلوقتي بتلعب مع فرق، لو انت قارنت نفسك بقى بايام 2010 لما كان المجد بتاعك، لا انت بتقارن دلوقتي مستويات تانيه خالص خالص، لا الموضوع أصعب. فنتمنى يكون المستوى كمان أفضل، لأن أنت لازم تكون على قدر المستوى التنافسي عشان تقول أنا عايز أتألق مرة تانية زي العهد بتاعي زمان. فبالتوفيق إن شاء الله، لكن زيارة كانت مهمة جدا وأعتقد فرقت في كمان الروح المعنوية. دايما بنقول الشق النفسي بيفرق، الشق المعنوي بيفرق، لما دايما تحس إن في حد بيشجعك، حد في ظهرك، في حد بيقدر اللي انت بتعمله، تحس ان انت عايز تدي اكتر حتى لو امكانياتك لا تسمح، والكلمه دي مهمه، بس تحس ان انت عايز تعلى عن امكانياتك عشان تفرح الناس اللي وثقت فيك. فبالتوفيق ان شاء الله، بس كان مشهد جميل يعني. طبعا.